داعش الإرهاب. تحية لروح شهداء العراق الأبرار الذين بدمائهم حررنا العراق وبدمائهم عبدنا طريق الحرية، التي لولا دمائهم لما كنا موجودين في هذا المكان. تحية للجيش العراقي الباسل، تحية لرجال الشرطة الاتحادية والتدخل السريع وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي المقدس وكل الصنوف المخلصة التي قاتلت داعش والتي انتصرت على داعش النتن. غدا ذكرى يوم النصر الكبير المقدس، هذا النصر الذي تحقق بسواعد الأبطال. حلقتنا لهذا اليوم في باب المعظم، نشوف الناس، نشوف واقعهم، نشوف وضعهم أيضا ونسمعهم. وحياك الله. تحياتنا للقناة العراقية. شلونك سيد؟ والله العظيم. شلون الديوانية؟ والله زين، وجيت الثاني يوم تعبان. اي قلوا له روح للديوانية، اروح للنفط وكل شنو يعني وين معاملته؟ هاي الله وكيلك، شوف مالت النفط. ايه. قال رحت للديوانية، قال له رحت للديوانية، جيت لجاي، قال له للديوانية. نعم. وهاي شوف الخريجات تدربين، بدي اشوفك حتى اشوفك، اتفضل. نعم. أربع محاضرات الله وكيلك. أربع محاضرات. مجانا الله وكيلك، حتى نعم. مضبوطة من السكن. نعم. هسا عمي. نعم. والوقف الشيعة هم روح وارجع خريجات تربية كلهم تربية الله وكله كله قراعة وعساب وشتريت وعدنا. نعم. عندنا مناشد الرئيس وزراء. ايه. والسيد محافظ الديوانية. ايه. يعني ما تردون الفقير يترقى شوية، الله أكبر، يعني أمشي عليكم الكاظم أسد بغداد وطبيبها للسيد الكاظمي والسيد محافظ الديوانية. ايه. عمي أروح للديوانية قل له راح كتابك للديوانية يا بغداد خريج هسه بطلت مسوي طريق بغداد ديوانية. اي والله بطلنا التعيين هسه، خلي يخلون العمي 150 واحد وما طالبهم بالتعيين الا 2022. ليش؟ ما هسه البث في سبيل الدخل قصر المحاضرات. والله العظيم صار ثلاث سنوات مجانا. إيه. هسه 150 خلطونا حتى تخلص. ويا السيد الكاظمي مش عليك الكاظم تسوي له حل، والسيد محافظ ديوانية زهر الشعلان اريدك التاج تنسى لان ما عملت يمه ويا استاذ عيسى الكعبي الاعلامي وبالاعلام مال التربيه. ايه. والمحافظه كلها. اريدك ايه. التاج انت من هاي والله زين بويا ان خريجات. ايه. صار ايش قد كم سنه يعني ما جت درجه وظيفيه لهن؟ ما تجي درجه ما يعطون اياها. لمن يعطوها؟ ما هاي تعرف انت الاحزاب وتعرف هاي المحسوبيه. ايه. والواطن الله وكيلك حتى. كان سيد ليش ما صرت بالحزب انت؟ ما اريد اصير حزب رجال تعبان متقاعد طلبوني بطلع بعد. ليش ما صرت بالحزب انت؟ ادري ما تردون المتقاعد يترقى وكله بفلوس عليه. زين انتم تمتحنون خارجي وتحصلون شهادات، احنا خط وللجامعة اربع سنين وخمسه وحرها وبنته وجاعدين وانت تجي تتعين تمتحن خارجي وتتعين. الله اكبر يا عمي. تمتحن خارجي تتعين؟ اي والله العظيم. أوه. احنا ناس اريدك تناشد المحافظ. ايه. لانه قضيت يوم الشيخ الجوهري الشعلان. اي ايه والله بالكيت والحمد لله. قابلته؟ قابلته رحت يعطيني كتب الرجال. ايه. روح لهناك وروح لهنا وروح لهنا والله انا انشغل. قل ابويا شيخنا اريدك قل احنا يوميه هيك انا مغير. اريد الكاظم، اريد الكاظم يتدخل. ايه. وهاي قناتكم والشيخ واريد الاستاذ هم العراقيه. ايه. نبي الجاسم الدكتور اريدهم يتدخل بقضيتي. خلصوني خلصوني سيد الكاظمي. سيد الكاظمي. ايه. شاف شباب باب الخضراء عينهم تورط. لا مو عينهم، قالهم للموازنه تيجي. عمي انا ما اريد تورط، الناس كلها تريد تعيين. لا انا ما اريد الموازنه عمي. اريد يعطيهم كل واحد 150 وشون نشرهم. ما صرف جيب. يا عمي يا مصطفى وليدك مناشد هسه للسيد المحافظ للسيد الكاظمي. امشي عليكم الكاظم اسد بغداد وطبيبه. اريدكم تسوون لي شارك. سيد من تخرج من هسه كم مسؤول رحت عليهم؟ تدري يا اخوته. لا لا انا جاي اسالك. ايه. كم مسؤول؟ والله العظيم ساعه يقولوا لنا على الانترنت وطلعت كذا بالانترنت. ايه. كلم بنت فلان وكلم بنت علان وكلم بنت علان. ايه. مقابلات تبين المقابله هم وجهي هاي وجهي وماكو. ايه. هسه عمي انا تعطوني حقي لا قاعي. ايه. ولا تعين لا الحق القانوني. نعم. ولا الحق الشرعي. نعم. امشي عليكم الكاظم اسد بغداد وطبيبها انه كل من يسمع صوتي يوصل المحافظه للسيد رئيس الوزراء. الكاظم كل شيء مالي عمي، اريد حق الله حق الله حق الله الدنيا. من شرط تخلوني رجال كبير تعبان انا متقاعد؟ يا عمي يا مصطفى واريدك السيد المحافظ منا من خلال قلبكم تحياتي لكم عمي. تحياتي لك سيد. السيد المحافظ اريدك تعيش. البنات عزيزات ابوهن. تخيل انت يا المسؤول، تخيل انت يا بيدك الامر، تخيل انت يا السياسي، تخيل انت يا رئيس الكتله، تخيل بنتك متخرجه وماكو عندها راتب ولا
تقدر تشتري لها اي حاجه. والان ابوهن سيد كاظم صار له سنوات يركض في سبيل يعيل له وحده من يمهن. هسه يقول لك انا سلمت امري اريد 150 يطوهن، 150 مصرف جيب، وهن حاضرن مجانا صار من 3 سنوات. بالتالي ملف المحاضرين المجانيين بشفه وملف سيد كاظم بشفه. يعني اربع بنات، وهو عنده 5 بنات خريجات، بس 4 تربيه ولا وحده لها تعيين، في حين عوائل وعشائر وبيوتات كلها متعينه.